مرحبا بكل السوبر جوكس، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا اياد ورجعت لكم فيديو جديد من قناة جوك تي في. اذا حاب تصير واحد من السوبر جوكس لا تنسى تضغط على زر الاشتراك لونه احمر تحت، ولا تنسى كمان تضغط على زر اللايك عشان تشجعني على التنزيل الاكثر. جدول قناة جوك تي في حيكون كالتالي: فيديوهات او حلقات فقرة سؤال الموسم حتنزل كل يوم خميس على الساعة 12 بتوقيت السعودية، اي نفس اليوم ونفس التوقيت يلي راح ينزل فيه هذا الفيديو يلي عم تشاهدوه انتو اليوم. فقرة الاخبار حتنزل يوم السبت على الساعة 12 كمان بتوقيت السعودية. اما فقرة كلام من القلب اللي هي ثالث فقرة بالقناة حتنزل يوم الاثنين كمان على الساعة 12 بتوقيت السعودية. فكل الفيديوهات حتنزل يوم الخميس، يوم السبت، يوم الاثنين على الساعة 12 بتوقيت السعودية. فلازم تضبطوا منبهاتكم مشان لا تفوتوا ولا فيديو ولا فقرة ولا سلسلة. خلونا هلأ نبلش بالحلقة. في فقرة سؤال الموسم مثل ما بتعرفوا رح نجاوب على 3 أسئلة في كل حلقة، 3 أسئلة عاملة ضجة كتير كتير كبيرة بهالموسم. شو هي 3 أسئلة يلي عاملة ضجة كتير كبيرة؟ خلونا نشوفها. السؤال الأول: وين مختفي دايلر؟ وين دايلر؟ شو عم يعمل دايلر؟ صراحة هذه 3 أسئلة، بس لو نجمعها كلها ممكن نقول وين دايلر أو مين مختفي دايلر. دايلر مو متواجد حاليا لا على اليوتيوب ولا على الانستغرام، عم ينزل بعض الستوريات على الانستغرام بس ستوريات ما عم نشوفه فيها. أوكي، دايلر من قبل أيام خلص فيلم السينمائي اللي رح ينزل بالسينما اللي حكينا عنه من قبل، فيلم 1-2-3 أكشن، هو فيلم سعودي حينزل بالسينما. ونحن بنعرف أنه الأعمال السينمائية أو الأعمال الأفلام هذه أو المسلسلات تتطلب وقت وتتطلب جهد، فدايلر ممكن يكون تعبان وعم ياخد استراحة أو عم بيحضر لشيء جديد. بس على الأغلب تعب الفيلم كان كتير كتير كبير، لأنه بنعرف أنه الفيلم لازم يحفظ سيناريو كتير طويل، لازم يمثل كمان، والتمثيل ياخد ويتطلب وقت كتير كتير كبير، خاصة نحن نشوف بس مشهد قصير مدته دقائق، بس لو ما يصوروه ممكن ياخد مدة ساعة أو أكثر. السؤال الثاني عن أغنية نور ستارز: متى رح تنزل أغنية نور ستارز الثانية؟ لو نحكي عن أغاني نور ستارز، أغاني نور ستارز أغنية واحدة بس أخذت سنة كاملة تجهيز تظبيط كل شيء، كل شيء، كل الأغنية أخذت سنة كاملة لنور ستارز لحتى تجهز. فهذه الأغنية الثانية لنور ستارز ما رح نقول أنه رح تأخذ سنة لحتى تجهز، بل على الأقل رح تأخذ أشهر، وممكن الأغنية رح تطول ورح تنزل بعد أشهر. الأغنية الثانية لسه ما صارت جاهزة والفيديو كليب لسه ما تصور، فهذا الشيء رح ياخد وقت. ونعرف كمان انه نور ستارز عنده تصوير بعد كم اسبوع بالاردن، رح تصور الحلقات تبع برنامج سديم، فسديم كمان رح ياخد مدة اشهر، شهرين او شهر كامل، فهذا كله رح يكون وقت للاعداد للأغنية، فرح تتطلب وقت. ولسه ما رح تجهز الأغنية بعد أيام ولا حتى بعد أسابيع، فلازم ننتظر مدة طويلة. ثالث سؤال: وين نارين بعد العملية؟ شو صار بعد العملية؟ أنا حابب أطمنكم أنه نارين حاليا بعد العملية والحمد لله، الحمد لله صارت أفضل وصارت أحسن، والحمد لله على كل شيء. وانتقلت من تركيا بعد العملية لدبي، يعني ما راحت للسويد، ما راحت عبيتها، راحت لدبي. وعندي صورة لكم نزلتها نارين على ستوري تبعها كأول ظهور لنارين بيوتي بعد العملية، للصورة اللي عم تشوفوها حاليا شاركتها على ستوري على الانستغرام اللي كانت فيها بإيفنت لماركة سيفورا للمكياج، فشاركت الصورة مع أصالة من هذاك الإيفنت بعد العملية، وشكله ما شاء الله ما شاء الله كتير 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 حلو، والحمد لله على نجاح العملية والحمد لله على السلامة يا نارين.
فإن شاء الله نكون جاوبت على كل أسئلتكم أو أسئلة الموسم الثلاثة بشكل مضبوط وشكل مفهوم. فإذا ما فهمتوا بعض الأشياء ممكن تسألوني تحت بخانة الكومنتات، ولا تنسوا كمان إذا أي سؤال موجود ببالكم لا تترددوا واسألوني تحت، ممكن يكون سؤال موسم ورح أجاوب عليه خلال حلقات. إذا ما كان سؤال كتير كتير مهم رح أجاوب عليكم بخانة الكومنتات. فهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو أو نهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة مشان تصير واحد من السوبر جوكس وما تضيع ولا خبر عن أخبار اليوتيوبرز. لا تنسوا كمان أن تضبطوا منبهاتكم مشان تشوف حلقات الخميس السبت والاثنين على الساعة 12 بتوقيت السعودية، ولا تفوتوا ولا 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 سلسلة ولا فقرة. نشوفكم بفيديو جاي. أنا إياد بحبكم كتير كتير كتير. باي باي.